بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة هنتكلم عن البول، والبول اخترنا نتكلم عنه النهاردة لأن البول ممكن يدينا علامات تحذيرية كتيرة وإشارات عن إزاي أجهزة الجسم بتعمل ولا كان في مشكلة ولا مفيش. غالبا البول زي المية في كل حاجة، بيختلف عن المية بس في اللون بتاعه، إن لون البول مصفر، ودرجة الاصفرار دي بتعتمد على تركيز البول، فلو كان البول مركز بيكون لين البول عندنا غامق، وإذا كان البول مخفف بيبقى لون البول فاتح. غالبا بنديش اهتمام للبول واحنا بنتبول إلا إذا ظهرت حاجات جديدة في البول بتاعنا، زي مثلا تركيز البول اللون بتاعه، أو إن احنا مثلا عندنا شمينا ريحة مش طبيعية في البول بتاعنا، أو ظهور رغوة أو فقاقيع في البول. النهاردة هنتكلم عن موضوع الفقاقيع والرغوة دي لسبب واحد، لأن العلامة بتاعت الفقاقيع والرغوة ممكن يكون ليها إذا بيقولوا كده أسباب مرضية في الكلى او حتى في الكبد او حتى يمكن في القلب كمان، فاجهزه الجسم ممكن تعبر عن نفسها في البول اللي نازل مننا. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم عن الاسباب المرضيه التي قد تؤدي الى ظهور رغوه او فقاقيع في البول، واللي محتاجين نشوفيها طبيب مباشره وبسرعه قبل ما الموضوع يزداد سوء. وهنتكلم برضو عن الاسباب الغير مرضيه اللي انت لازم يعني ما تديش ليها اي اهتمام، ممكن تعيش حياتك بسهوله بعدها ان شاء الله. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن الأسباب اللي تؤدي إلى ظهور الرغوة أو ظهور الفقاقية عند التبول يعني، وهنبدأ إن شاء الله نتكلم عن الأسباب التي هي أقل أهمية للأسباب التي هي أكثر أهمية طول ما احنا ماشيين مع بعض في الفيديو. أول واحد ومن الأسباب التي أقل أهمية هو سرعة اندفاع البول. في ناس عندها قابلية إن البول بتاعها بسم الله ما شاء الله ما تيجي تبول كده يبقى البول بتاعها منطلق بسرعة وبقوة، فالسرعة والقوة دي لما بترتطم بالتواليت أو المية اللي موجودة في التواليت بتعمل فقاقية، فالموضوع ده ما فيش منه قلق وما فيش خوف منه. في ناس برضو عندها يعني القابلية إنها تعمل عملية إنها تحتجز البول في فترة ممكنة لأطول فترة ممكنة في المثانة بتاعها، وما بتروحش إلا إذا كان الموضوع إرجنت. في ناس بتعملها غصب عنها، لو أنت مثلا في الباص أو لو أنت حتى مسافر بالعربية بتاعتك أو أنت في مشوار وما فيش تواليت قريب منك، فبتضطر إن أنت تحبس البول بتاعك في المثانة للفترة دي، وده ما فيش مشكلة كبيرة عشان ما بنعملهاش كل يوم. المشكلة الناس اللي هي عندها القابلية إنها تحتفظ وإنها تحبس البول بتاعها لفترة طويلة في المثانة. أنصح الناس دي إنها ما تعملش كده كتير لسببين. السبب الأولاني لو عملت كده واستمرت في عمل هذا الشيء، ده بيؤدي لوجود يعني زي المية الراكدة كده في أي بحيرة، بتلاقي إنها بيحصل لها فيها بكتيريا وبتعمل ريم وبيحصل فيها مشاكل. نفس الشيء في المثانة، لو أنت سبت الكمية البول في المثانة لفترة طويلة في بكتيريا ممكن تكون موجودة، والبكتيريا دي ممكن تؤدي إلى التهاب في المسالك البولية، وتبقى مشكلة لا قدر في المستقبل صعب حلها بالمضادات الحيوية. الحاجة التانية برضو وجود البول واللي هي زي ما بيقولوا كده يعني ان يحصل كده استطالة او استريتش في المثانة او جدار المثانة، ده ممكن يؤدي برضو لضعف في جدار المثانة، وبعد كده عملية انقباض المثانة عشان تفرغ البول بتبقى يعني ضعيفة، وهنا يحصل عملية ان البول موجود لفترات طويلة حتى بعد ما بنفرغ الكمية، ما بنقدرش نفرغها كلها، بيبقى في كمية متبقية في المثانة، وده ممكن برضو يؤدي الى التهاب المسالك البولية وزيادة نشاط البكتيريا. فبنصح الناس دي ياريت فضي قناة مجرى البول أو المثانة كل ما يحسهم بشعور إن إحنا عايزين نخش الحمام. السبب اللي بعد كده اللي هو وجود الجفاف، يعني الجسم كمية السوائل فيه قليلة، أو الواحد بيعمل تمرين وبيعرق كتير فبيبقى كمية الفاقد من الفلويد أو المية أو السوائل اللي في الجسم قليلة، فالجسم في الحالة دي بيحاول يحافظ على كمية السوائل اللي موجودة في الجسم علشان يحافظ على العمليات الحيوية اللي في الجسم. فالعملية بتؤدي لتركيز البول، بمعنى إن كمية الشوائب اللي بتخرج في البول بتبقى كميتها أعلى من الطبيعي مع كمية البول اللي موجودة، فكمية الشوائب دي لما بترتطم أو بتنزل في التواليت بتعمل رغاوي. وحل الموضوع ده بسيط جدا، إن احنا نحاول لما بنعمل تمارين أو حتى في حياتنا الطبيعية نحاول نزود كمية المية اللي بنشربها أو السوائل اللي بنشربها، مش لازم تكون حتى مية، ويعني بنتكلم في حوالي لتر ونص أو 2 لتر في اليوم، من حوالي من 6 ل 8 كوبايات مية في اليوم. لو عملنا دوت ده هيساعد إن احنا نقلل كمية الرغاوي اللي موجودة في الجسم. فلو كان عندك رغاوي قبل الموضوع ده
وبدات تشرب كميات الميه اللي احنا بنتكلم عليها دي والرغاوه دي انقطعت، يبقى ما تقلقش، كان الموضوع ده كان موضوع جفاف او ديهايدريشن وما عادش في مشكله عندك في الموضوع ده. الحاجه الثانيه الناس النضاف قوي اللي هي بتنظف الحمام، وفي بعض يعني البيوت يعني الحمام ده عندها لازم يبرق، فطبعا بعض المنظفات الصناعيه اللي احنا بنستخدمها للتواليت عشان تنظف التواليت وتخليه شكله براق وريحته كويسه، دي احيانا لما البول بيتفاعل معاه بتعمل رغاوي في الحمام، او بنشوف رغاوي كتيره في الموضوع ده. وعشان نتاكد ان هل دوت نتيجه وجود مواد كيماويه او منظفات كيماويه في الحمام او لا، عندنا حلين، يا اما نعمل فلاشنج ان احنا ننزل السيفون، نشد السيفون، تقريبا بنقولها بالمصري السيفون، ما اعرفش بيقولها في الدول العربيه الثانيه ايه، نشد السيفون او كذا مره قبل ما نتبول، او ان احنا نعمل يعني ايه لو مش متاكدين نجيب وعاء نظيف ما كويس قوي ما فيهش صابون طبعا، ونحاول نتبول فيه ونشوف هل في رغاوي حصلت ولا لا. الموضوع دوت يعني ايه، لو ما ظهرش فيه رغاوي بعد التبول يبقى الموضوع كان موضوع ان المواد الكيماويه وما نقلقش منها ان شاء الله. في الجزء ده في الفيديو بقى ركزوا معايا واصحوا، واللي ما كانش صاحي يركز، لان هنبدا نتكلم في حاجات مهمه فعلا لسبب واحد. هنا بنتكلم عن مشاكل طبيه وممكن محتاجين تدخل فيها، يا اما نغير بعض العادات او يا اما نشوف الدكتور بتاعنا. اول حاجه هنتكلم عليها هنا في الجزء دوت هنتكلم عن الادويه. بعض الادويه اللي بتعالج التهاب المسالك البوليه او عدوى في المسالك البوليه، الادويه دي في حد ذاتها ممكن تسبب فقاقيع في البول، فلو انت بتاخد دواء لمشكله في المسالك البوليه، التهاب المسالك البوليه مثلا، ما تقلقش لسبب واحد، لان انت مثلا ممكن ده يكون نتيجه هذه الادويه، بس ممكن تقلق لو بعد ما خلصت استخدام الادويه دي او الكورس العلاجي بتاعك وبعدها باسبوع او اتنين لسه في فقاقيع او رغوه موجوده في البول. الحاجه الثانيه برضو من الادويه اللي هي ادويه مسكنه، يعني مثلا الايبوبروفين او النابروكسين، في ناس بتاخده باسراف، ما بنتكلمش مثلا بتاخده مثلا كل شهر مره او كل 3 4 اسابيع مره، بنتكلم الناس اللي بتاخده باسراف، بمعنى بتاخد في اليوم مرتين ثلاثة أو كل يوم على الأقل من الدواء ده. الدواء دوت ممكن يسبب مشاكل في الكليتين، وممكن يؤدي برضو لالتهاب في الكلى، وفي الوقت دوت ممكن تبدأ تظهر مشاكل في ظهور رغوة أو فقاقيع في أثناء التبول. لو أنت من الناس دي اللي تصرف في استخدام المسكنات نتيجة مثلا صداع أو ألم في الظهر أو الركب، يا ريت تحاول توقف الأدوية دي أو تتكلم مع الدكتور بتاعك إن هو يديك دواء تاني عشان ما نحصلش يعني ندمر الكلى بتاعتنا. الحاجه برضو اللي عايزين نتكلم فيها بعد كده، وده بدايه المواضيع المهمه بجد بجد، هي ظهور بروتين في البول. في بعض مشاكل الكلى بتؤدي لظهور البروتين، بمعنى ان الكلى وظيفتها اصلا انها تنقي الدم من الشوايب، والدم بيخش من جهه وبيطلع من الجهه الثانيه نضيفه في الوسط، يعني ايه ان فرونز بتاع الكلى بتبدا تنقي الدم وبتبدا تاخد منه ايه الشوايب دي بتطلعها مع البول. المفروض البول ما يكونش فيه بروتين، لو ظهر البروتين في البول هنا مشكله. ممكن ما تكونش مشكله قوي لو احنا مثلا عندنا اسراف في اخذ البروتين، احنا بناكل بروتين كتير، او ان احنا مثلا عملنا تمارين عنيفه، فده ممكن يؤدي لظهور البروتين في البول. بس علامات ظهور البروتين او نقص البروتين في الجسم ان انت ممكن تلاقي تحت العين هنا في انتفاخ، او في ورم في الرجلين او بعض اجزاء الجسم. لو ظهرت علامات الورم دي في الجسم من لازم تروح تشوف الدكتور بتاعك، وفي الحاله دي الدكتور بتاعك بيعمل تشيك للبول بتاعك، بيشوف نسبه البروتين بتاعتك في البول ايه، ولو ظهرت نسبه البروتين بيعمل 24 ساعه مراقبه بروتين عشان نطلع البرسنتج بتاع البروتين بالظبط. من الأمراض الشائعة وهي تعتبر أهم الأسباب لظهور الرغوة أو الفقاقيع في البول أثناء التبول، هي مرض السكر ومرض ضغط الدم. وبنتكلم عن السكر هنا وضغط الدم لو الناس مصابة بالمرضين دول لا قدر الله لفترات طويلة وغير منضبط، بمعنى السكر بتاعهم بيكون عالي جدا والفترات طويلة، ونفس الشيء ضغط الدم بتاعهم مش مظبوط، من اللي هو ضغط الدم اللي هو عالي جدا. السبب والمشكلة في ظهور الرغاوة عند الناس دي أو
او ظهور الفقاقيع هو ان في بروتين بيبدا يظهر وينزل مع البول، ده نتيجه ان في اوعيه دمويه اللي موجوده في الكليتين حصل لها تلف. فطبعا لازم مريض سكر او مريض ضغط الدم المرتفع لازم دايما متابع للدكتور قبل ما تظهر الحاجات دي، وبالذات مريض السكر لازم يتابع على الاقل كل 6 شهور، ما كانش كل 3 شهور، مع الدكتور بتاعه اخبار البروتين في اليورين بتاعه ايه، لان الموضوع دوت بيكون نذير واشاره ان الكلى حصل فيها قصور. فانا ادعو الناس اللي هي عندها مشكله في السكر او ضغط الدم تتابع على طول وتحاول تنظم المرضين دول لسبب واحد، دول اهم مرضين في المنطقه عندنا ويمكن في العالم كله بتؤدي لمشاكل في الكلى وضغط الدم. الحاجات التانيه برضو هنتكلم عليها، ان لو في عندنا مشكله في المسالك البوليه، يعني عدوى في المسالك البوليه ناتجه عن البكتيريا، فطبعا لو في حد عنده عدوى بكتيريه ودي بتسبب التهاب في المسالك البوليه، بنحاول نعمل في الحاله دي اللي هي يورين كلتشر تيست، اللي هي مزرعه للبول، ونشوف ايه نوع البكتيريا دي وبنعالجها بالمضاد الحيوي المناسب. برضو الناس اللي هي لا قدر الله عندها كرونيك انفلاميشن، يعني التهاب مزمن ناتج عن مرض مزمن زي مثلا الاتش اي في لا قدر الله او الهيباتيتس سي، الناس دي برضو ممكن يحصل عندها تلف في النفرونز بتاع الكلى، وفي الحاله دي محتاجه انها تتابع مع الدكتور بتاعها، لان ظهور البروتين في هذه الحاله يعني بيدي انديكيشن او علامه كامله ان في فعلا مشكله في الكلى حصل، ولازم الدكتور يتدخل عشان يقلل البروجرس او معدل او سرعه التلف في الكلى. من الحاجات برضو النادره اللي عايزين نتكلم عليها هي ان ممكن يحصل عمليه ارتجاع للحيوانات المنويه في المثانه، اللي هو ده ناتج عن مثلا التهاب في البروستاتا، او في بعض الادويه برضو اللي بتعالج البروستاتا ممكن تسبب ارتجاع في عمليه الايجاكيوليشن او القذف، يعني بدل ما يطلع الحيوانات المائيه بره بترجع في المثانه فبتنزل مع البول تسبب فقاقيع. برضو قبل ما ننسى عايزين نتكلم في حالات الحمل عند الستات، ظهور الفقاقيع او الفومز ديت في او الرغوه ديت يعني بالعربي عند الستات وهم حوامل وهم اثناء التبول، ده مش علامه كويسه، بالذات لو كان مصاحب ده ارتفاع في ضغط الدم، ده بيدي انديكيشن لمرض اسمه بري اكلامزيا. البري اكلامزيا هو عمليه ظهور بروتين في البول وفي نفس الوقت مصاحب في ارتفاع حاد لضغط الدم، وممكن ينتهي بهم الامر الى ظهور حالات من الصرع، وقد يؤدي الى الوفاة لا قدر الله لو الدكتور ما شدش حيله كده ويعالج الحالة دي بطريقة كويسة. عايزين نقول لكم برضو ازاي نفرق بين في عجالة كده، يعني ازاي نفرق ما بين اذا كانت الرغوة دي في البول يعني خطيرة او دي رغوة عابرة. لو الرغوة دي استمرت يعني لدقايق او دقيقة او 2 او 3 حتى واختفت الرغوة دي من التولد بعد ما انت تبولت، دي مش علامة خطر، ما لان ما استمرش فترة طويلة. المشكلة في الرغاوي اللي تفضل قاعدة في مكانها وعندها كثافة عالية وما بتنتهيش. برضو بعض الناس لما بتشد السفون والرغاوي ترجع تاني او جزء منها يرجع تاني، دي برضو علامة خطر ان الرغاوي دي عندها القدرة انها تستمر. بس لو الرغاوي دي اختفت معنى كده ان هي ما كانتش رغاوة كيميائية او ناتجة عن بروتين، لا هي موجودة نتيجة يعني فقاقيع وبس. في اخر الفيديو اتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا استفدتم، ويا ريت يعني تنشروا الفيديو ده عند اي حد، بالذات لو عنده مرض السكر او مرض الضغط، ان ده هيفيدهم كتير. ويا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ويعني تدعوا لنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.